في البداية لبولا كان في المراحل الابتدائي كده سنة 5 6 كده، كان الوقت ده زي أي طفل في سنهم بيبقى بيمسكوا الموبايل كتير، التابلت اللابتوب ماسكينه كتير الوقت الأكتر يعني. فابتديت الأول عايزة أمنع، عايزة أحرم، بعدين قلت لا، طب ما احنا ممكن يمسكوا بس نقنن الوقت شوية ويمسكوا بطريقة مناسبة ويمسكوا الحاجة تفيده بعدين، مش مجرد يعني زي مثلا بيلعب الجيم، لا طب ما الحلو دلوقتي إن هو مثلا لما يتعلم جيم أبليكيشن يبقى هو اللي يصمم الجيم دي، مثلا بيلعب في الجيم على الموبايل بيعدي ليفلز كتيره، فالحلو ان هو لما يصمم الجيم دي هو اللي يعمل الليفلز بتاعه الجيم مثلا. ده حلو، دي حاجه مش سهله خالص. فيعني ابتدينا من كده، مثلا ايه المانع ان انت مثلا تتعلم حاجه زي كده، كلمه مثلا في الويب سايت ويدخل يقرا يعرف مثلا ياخد فكره، فايه الفكره لما انت يبقى عن يعني ندور وانت مثلا يعني انت اللي تعمل الويب سايت، مش مجرد ان هو بيقرا بتاع حد معمول جاهز، يعني لا يعني ممكن انت اللي تتعلم وتعمله. وجهتيه انت يعني دلوقتي الموبايل بدل ما احنا ماسكينه يستفاد بيه. والاوبشنز برضو يعني هو اللي بيختار، انا ما فرضتش عليه حاجه، لان في الاول وفي الاخر هي بذره احنا لسه مش عارفين طالعه في انهي اتجاه يعني. فشوف نفسك حابب ايه. وبولا برضو في البدايه بدينا معاه يوسي ماس برضو في الاول. ويعني خد فيه كذا سنه برضو، وفي كاس منه كان لليوسي ماس، وبعدها بقى اتجه اتجاه البرمجه يعني. انا بحترم قوي اللي بتعلم اليوسي ماس الحقيقه، لاني فعلا بتنمي مهارات كبيره جدا في الذاكره وفي طبعا في العمليات الحسابيه وحاجات اصلا كتيرة. اليوسي ماس بيأثر على الفص الايسر في المخ، في الدماغ بيشتغل على الفص الايسر، فبيساعد على التركيز والاستيعاب. الفص الايسر اللي مسؤول عن التركيز والاستيعاب وسرعه البديهه، وتبقى في سرعه في الاستجابه. ولما اطلب كذا اوردر مثلا يعرفوا يجمعوه كده، دي فوائده يعني. فاحنا مشينا كان ده اول الطريق في البدايه يعني. تمام. بعدها بقى ربنا ارشدنا لمجال البرمجه، وبولا بقى اللي استمر فيه يعني.